مرحبا، السلام عليكم. مقبلات الباذنجان، كلنا نحب الباذنجان. بنقدمه اليوم بطريقة جديدة وسهلة، بنسويه مع الأجبان ودبس التمر. بنشوف كيف بنسويه في الخطوات الجاية. أول شيء بشوي شرايح الباذنجان على الشواية لين ما يستوون، ياخذون هذا اللون الحلو. بعدين بجهز الحشوة وبقطع الباذنجان بهالطريقة. عشان الحشوة في عندي ريكوتا، دبس التمر، بحركهم مع بعض، وممكن أضيف أي نوع أجبان ثانية أنا أحبها. بحشي شرايح الباذنجان بالحشوة اللي سويتها وبزينها بالتوت المجفف والرمان، وأحط عليها شوية من دبس التمر. وعلينا وعليكم بالعافية.